حذرت تقارير دولية من احتمال دخول تعز بوابة المجاعة في ظل استمرار منع الميليشيا دخول المساعدات الإنسانية إليها، فيما رصدت تقارير محلية تفاصيل مؤلمة عن الخسائر البشرية والمادية التي طالت المدينة وأبناها. وبحسب تقرير حديث أصدره ائتلاف الإغاثة الإنسانية، فقد شهدت تعز 12 مجزرة جماعية في أحياء مختلفة من المدينة، وخلفت هذه المجازر وفق التقرير 131 شخصا، بينهم 21 طفلا وامرأتان، فيما جرح قرابة 320 مدنيا وأصيب 8 نساء بالإعاقة الدائمة. كل هذه الجرائم رصدها ائتلاف الإغاثة خلال شهر واحد هو مايو الماضي، وقد أدت الجرائم لتعرض 31 منزلا ومنشأة خاصة وعامة للتضرر جزئيا وكليا. رصد التقرير الوضع الكارثي للخدمات العامة، حيث أكد استمرار انقطاع المياه والكهرباء وانعدام معظم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة بسبب توقف خدمات النظافة. كما وثق التقرير نزوح وتهجير 736 أسرة، وزاد من معاناة تلك الأسر النازحة عدم قدرتها الحصول على مساعدات إيوائية عاجلة بسبب توقف غالبية المنظمات المانحة عن إرسال مساعداتها الإنسانية. تؤكد المنظمات الإنسانية خطورة الصمت على الكارثة الإنسانية التي تعيشها تعز، وتقول في تقاريرها إن الانعدام شبه الكلي لتدفق المواد الغذائية والطبية إليها سوف يعجل من وصول المجاعة إلى تعز التي باتت قاب قوسين أو أدنى.